رأى يوحنا اللاهوتي في أوريا الخروف وهو يفتح الخطوم السبعة واحدا بعد الآخر، وأحد الحيوانات الأربعة يدعوه لمشاهدة ما فيه، وكتب لنا عندما فتح الختم الثالث ما يلي: ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا هلم وانظر، فنظرت وإذ فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده، وسمعت صوتا في وسط الأربعة الحيوانات قائلا ثمنية قمح بدينار وثلث ثماني شعير بدينار، وأما الزيت والخمر فلا تضرهما. عندما قرأت عن الجالس على الفرس الأسود ناشر الجوع على الأرض ارتبكت قليلا، ثم كتبت الخاطر الخامس ماسك الميزان. شاف النهار فرس أسود راكب عليه قراص بيقرص بطون الناس، ولا وزير تموين في حكومة أسد جوعان بيشنئ الزمان بميزان إعدام المعدمين، في غابة الرغيف جرعات أقام حد الدخل على ضحايا الفقر، بالطلب الحر والعرض الصعب، بصعود الأسعار سلم المجد، والحط من الأجر لأدنى حد، الدينار الواحد دخله يوم بالكاد طعامه فرد، ثمنية قمح حفنة يد، ومن الشعير ثلاثة مثل، سلب الجوعة محدود الدخل، حق العد وحق الهزل وحق الجد وحق الحلم بأفضل غد، سلب الجوعة حزمة الفجل وكسرة الخبز، أمم رأس العمال بكأس خمر لجان الفخر، عمم فأس الفلاح بالحفر في طوابير الزيت، ثم منحهم الحق الرخو، حق تمثيل الشعب داخل البيت، فجلسوا جوعى بلا أي ذنب داخل الجيب، حفر بحوافره السوداء داخل البطون الخاوية الجرداء في إفريقيا وجنوب الصحراء فجوتين، الأولى بين الفقراء وعلية القوم، الثانية بين الجوع ولقمة العيش، فأضحى جفاف القرن محض صيف، والأكل بالثدي شبه عرف، وجزاء غش الدهر شهر، وإشباع الجوعة لدى البعض أشر شر، وعزاء صرخة البطون عواء الماء المجنون داخل القدر، طعن الاقتصاد الشمولي بالدعم، وسدد للمنهج الحر طعنة الضنك بسهم البورصة الحمقاء وسيف قرض البنك، بالرهن الماكر وكروت الشك، عزل الماء عن الصحراء، سجن الخير في أدنى وعاء، قتل النهر وألقاه البحر بصرف الجهل في قنوات الرأي، خلط الربا في وعاء الفوائد، فاخترع النقود في خانة الركود دون أي مردود وعائد، فعم الغلاء والغباء والاعتماد على العون، وسد التضخم والنحس وعدم الوفاء بالدين، وانتشر البغاء والغش والطيش، وسيطر الإفلاس والبؤس، وصار الفقر والجوع والخوف سكين وفأس لشق بطون مليار نفس ونفس، قتلى بلا أي حول ولا أي بأس ولا أي ذنب ولا أي كسب.